لا بلدنا راح بتصير واحدة منهم. سلام ونعم أهلا. أهلا أهلا. يا هلا يا هلا. البث يعني عن زيارة البطريرك لبابا روما. زيارة البطريرك لبابا روما. وماذا تفاصيلها وأشياء كثيرة. يلا يا جماعة يلا يا جماعة شاركوا بس، ولو حد عنده أسئلة الجست مفتوح. اللي عنده أسئلة كيست مفتوح. زيارة بابا تدرس لروما. أنا مين؟ دكتور أوستين، باحث قبطي شماس في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كليريكي خريج كلية الكليريكية لخبطة الأرثوذكس. يا هلا يا هلا أبو زين، يا هلا، كيف الحال؟ عامل إيه؟
مبارك. كيفك الحمد لله، نشكر الله. ماشي الحال. انت كيف الاخبار؟ اخبار القضايا ايه؟ اخبار القضايا، القضاء مش باين عشان عندي ورحة اقتصادية. اشتغلت جناح اقتصادية غيري ولا لا قبل كده؟ حد عامل ضده جناح اقتصادية، مؤسسة غلطت كتير. انت مقرك فين؟ ثانية واحدة بس شوف الباب. حاضر، اطلع الباب. حبيبي يا ريس، مش حصل في ايه؟ لك في عيد القيامة اقول لك اخي ريستوس انستي يا ليسوس انستي، ما عرفتش اوصل لك. حبيبي يا ريس، حبيبي صح كده بقولها صح؟ ازيك؟ عامل ايه؟ تمام يا معلم. حبيبي انت دلوقتي بقى الاخبار؟ خلاص اقول لك اريني باسي. الله عليك، ده انت لقط اليوناني جامد. يعني لا انا عندي حب استطلاع، احب افهم يعني ما. حبيب، ايه موضوع الجرحى في الاقتصادية ده فيه ايه؟ مؤسسة كنت موجود فيها دينية، حصل إن هي كانت فيها شوية حاجات، فيها أشخاص بيعملوا أخطاء، فكلمت المسؤولين عنهم، عرفتهم الأخطاء اللي بيعملوها بشكل رسمي. استنى عشان معايا تليفون فالشخص ده ثواني. اللي هو كان بيعمل عودنا. طيب الو، يا كبير، معاك ايه يا دكتور؟ معلش يا حبيبي، ايه بقى الموضوع؟ فيه ايه؟ بتقولي فيه مؤسسة دينية انت طلعت موضوع خبطت فيها، ببساطة راحوا محركين مؤسسة ضدك دينية. بلاغ. لا مش هما اللي محركين، أنا اللي محرك ضدهم. بلا تمام، يعني انت المدعي بالحق المؤسسة المدني دي في الجرحى كشخص الاقتصادية. زبالة. بالظبط. كان في شخص زبالة، الشخص ده كان بيعك ويعض الدنيا هناك، فأنا ما كانش عاجبني الكلام ده،
فبلغت رسميا على اللي حصل. ايوه الشخص ده قلب قادة الكنيسة دي ضدي، فعملوا عميل تشهير، فأنا مسكتهم وغزلت. خلي بالك، اللايف عندك فيه مشكلة يا دكتور. انت القضية ممكن كانت قليلة تعدل، أوي. حاول تعدل بس اللي هو شكل العرض بتاع حضرتك والجست، يعني اعتقد ان الشكل ده بيبقى بطيء شوية في اللايف، ممكن تعدله مثلا تخليه بأي شكل تاني، اللي هو الشكل اللي هو الشبكة ده اللي هما بيبقوا تحت بعض. حتى هنزل وطلعني تاني. تمام. انا مش عارف انت كده. بص كده، قصدك الشكل ده؟ صح. ايوه يا دكتور، تمام تمام كده يا دكتور، مع حضرتك. تمام فانت حلو. دلوقتي المدعي بالحق المدني، انت فحصل المجني ان عليك في الجنحه دي تعتبر. انا المجني عليا في الجنحة، بس انا لسه ما اتحلتش المحكمة، تمام، هي لسه رئيس عند النيابة، لان في النيابه. نيابه اللي هي الشؤون سلام التجاريه انا وغسيل مشغول. الاموال. هي الفكرة مش هي بس هي لسه كده. ليه؟ بحاول اعرف دي حاجة. الحاجة التانية فيها جنسيات أجنبية، عادي، مش مشكلة، أشخاص أجانب، ايه القصة يعني، ايه المشكلة؟ انت من بس حقك أنا انك عايز تاخد حقك. أطصهم يعني، بحاول طبعا. بس المشكلة اللي مضايقاني إن القضية قاعدة فترة طويلة، لا هي وأنا بتطول عايز يا دكتور، يعني هي يمتصوا عقوبة بتطول يا دكتور. جنائية. قد إيه الجنح الاقتصادية بتقعد قد إيه؟ لا يعني انا معايا محضر داخله في 7 شهور اهو دلوقتي. لا للاسف. التحيات، صح كده؟ طبعا التحريات، امال ايه التحريات؟ مباحث الانترنت واللي هي مباحث الجرائم الالكترونيه، وبعد لا كده الاحاله. طب وصلت يعني من بداية القضية لغاية دلوقتي قد إيه؟ يعني انت محركه بقى لك قد ايه؟ أنا محركة من اتحولت جرحى اقتصادية من شهر 4 السنة اللي فاتت لغاية دلوقتي ما نزلش جلسة. احنا داخلين كده في سنة. لا خلي المحامي اللي معاه. انت معاك محامي ولا شغال لوحدك؟ كان معايا محامي، بس دلوقتي لسه بدور على محامي، عشان كده بشوف الدنيا لو ظروف سامحة ممكن نتفق مع بعض نظبط انا تحت القضية دي، امرك، لأن انا أنا تحت امرك. انت هخيطهم مكانك فين يا هخيطهم. حبيبي؟ انت مكانك فين يا حبيبي؟ منطقة المعادي. المعادي، القاهرة. أنا في اسكندرية بس يعني بنزل القاهرة كتير. لو كده ابعت لي على الخاص وممكن ننسق مع بعض الدنيا إن شاء الله. تمام. الفكرة بقى فكرة إن هما أنا متهم أشخاص كتير ليهم علاقة بالتشهير، يعني هل وفي هم نفس الوقت شهروا عايز بيك أنت أخيطهم من ولا الآخر. شهروا بكنيستك؟ هل هم شهروا بيك أنت كشخصك والله ولا بيك أنت بشخصك؟ شخصي 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 تمام. شخصي، لو كنيستي ايه كنت نوع هصدر ايه هصدر الكنيسة. ايه نوع التعدي اللي وقع عليك؟ يعني تشهير بايه؟ يعني مثلا بالسب والشتم ولا بالمغالطه؟ ايه نوع التشهير، ضرر التشهير اللي وقع عليك؟ سب وشتم وتشهير و في تهديد؟ ذكر ألفاظ لا بدون تهديد، دي ما فيهاش تهديد، بس في حاجة تانية فيها تهديد. حبيبي التهديد عقوبته بتبقى قد إيه؟ يعني من أول 6 شهور لحد 3 سنين. 6 شهور 3 سنين. أما وإمتى التهديد بيبقى والعياذ مشدد بالله، يوصل ل 15؟ لو كان بغرض إرهابي. شكرا جو. لو بيوصل ل 15 سنة، كنت أعرف إنه يوصل ل 15 سنة في حالة التهديد، صح؟ ولا مفيش؟ يوصل ب 15 سنة في حالة التهديد، لو كان التهديد لغرض إرهابي يوصل ل 15 سنة. إرهابي فقط.
كلام جميل. انا المشكله بقى اللي ضايقتني ان القضيه عد، يعني هيعدي كده سنه ولسه ما اتحلتش المحكمه، لا عشان محتاجة مركزين تتابع، على الموضوع ده. ومحتاج المحامي بتاع حضرتك يكتب مذكرة لرئيس النيابة بسرعة إحالة الدعوة الجنائية للمحكمة المختصة. تمام. لكن طول ما أنت أو هتروح تفتيش قضاء الجدول، لا تفتيش قضائي ليه؟ أنت مالك مالك تفتيش قضائي؟ عشان النيابة متقاعسة. لا يا باشا، لا يا باشا خالص، مفيش. اكتب يا باشا الأول مذكرة، اكتب الأول مذكرة تمام. لرئيس النيابة، ومن يوم المذكرة ده هو تعد 10 أيام، تم اتخاذ إجراء تمام والحمد لله، ما تمش اتخاذ إجراء تكتب بقى مذكرة في التفتيش. تمام تمام، يعني أنت فهمتك. هتعمل المذكرة دلوقتي لمين؟ عشان خاطر تعرف يعني تدرج التظلمات. تمام، أنا دلوقتي اديتك مذكرة، حضرتك ما اتخذتش اجراء، اطلع للمحامي العام، المحامي العام تقاعس، اطلع للمحامي العام الاول، المحامي العام الاول تقاعس، اطلع للنائب العام، نبتدي السناف. النائب العام تمام اللي عندكم في الرحاب برضه نفس تمام. القصه، وزير العدل نفس القصه، ارفع قضيه في مجلس الدوله على وزاره العدل. حالة تقاعس وزارة العدل عبد العدل، بس ده اطلع التدرج ارفع الطبيعي. قضية. اه طبعا، اه بس ضايقني قوي الاول، بس الاول وقتها، شوف وقتها المحضر كتير بتاعك عند مين، وسخف يعني. اتفضل. شوف المحضر بتاعك عند مين، شوف المحضر بتاعك عند مين وخش له اتكلم معاه. ما كانش كده مذكرة رئيس النيابة، ما كانش مذكرة رئيس النيابة، محامي عام، محامي عام اول، نائب عام، وزير العدل، ارفع قضية. تمام. فهمت يا دكتور؟ فهمتك. بس انا اخدت كل الخطوات دي ودخلت في التفتيش القضائي كمان، لان الموضوع بوخ قوي، بوخ جدا يعني. الخطوة بس اللي ما جاية تقلقش بقى من كده يبقى حاجة، وزير العدل. تقلقش من أي لا حاجة، وإن انا شاء مش الله. انا مش قلقان، الفكرة متضايق، عايز حكم، عايز حكم عليهم كده، كفاية قوي يعني. قضية بتتداول من 2021. طيب بس يعني ايه النصيحة؟ ما ترخمش قوي، عشان ممكن يقول لك طب حفظ اداري وقدم تظلم محامي عام، ولما يرجع لي من يستخرج من الحفظ نبقى نتكلمه كنوع من انواع السخافة يعني، فبلاش. سخف بعد ما تفتيش، صح؟ بلاش يعني، ما بلاش يبقى في ما بينك وما بين اي هيئة انت شغال معاها اي صدام. بلاش الصدام، خليك حلو هادي، لسانك حلو تمام، الدنيا تبقى حلوة زي الفل، هتلاقي الدنيا بقت تمام بإذن الله. طب معقولة يكون البعد برضه بعد سياسي لوجود أجانب القضية؟ ما نعرفش بقى الموضوع في ايه، انت كده بتتكلم بقى في قصة تانية مش هقدر ان انا اخوض معاك فيها. انا بقول لك انا دغري، انا دغري، تمام. سنة انت كده حبيب قلبي هتخوض في سكة تانية، سنة ايه السكة دي انا هقول لك سوري مش هقدر اكمل معاك فيها. مش فاهمك يعني، وارد يكون الحوار ده تأجيل بسبب كده لوجود جنسيات أجنبية مختصمة في الله القضية اعلى تخصمها. واعلم. انت يا باشا امشي في محضرك عادي، انت راجل بتقول انك انت صاحب حق وتم التعدي عليك بالسب والشتم والتهديد والتشهير، تمام، امشي في اجراءاتك عادي. لكن بقى الموضوع فيه وتم ابعاد تحويلها. سياسيه، لكن بقى الموضوع فيه ابعاد سياسيه، ما فيهوش ابعاد سياسيه، دي مش بتاعتك ولا تتكلم فيها ولا اي حد يتكلم فيها، دي مش بتاعتك. بس ليا حقي، تمام، امشي في حقك يا باشا بالتدرج اللي انا قلت لحضرتك ليا حقي. عليه، امشي يا باشا في حقك عادي. الشغل ده ما خلصوهاش لغايه دلوقتي. ايه؟ ده اللي مضايقني يعني. مشيت التدرج ده كله ما خلصوهاش، مشيت التدرج ده كله ما خلصوهاش.
زي ما قلت لك ده اللي اخر المفروض ما بقى. تم اخر ما العقوبات بتاعتها بتبقى قد ايه؟ نفس العقوبات بتاعت عقوبتها الجنح، نفس العقوبات بتاعت الجنح من اول يعني شهر لحد 3 سنين مع غرامة من 20,000 ل 100,000. تمام. والتعويض غرامة مش اللي تعويض، غرامة مش تعويض. هذا يعيدونها اكتر صح؟ التعويض بقى انت بقى ترفع دعوى بعد كده، خد عليهم حكم وبموجب الحكم ده لا ارفع انا بقى دعوى اقصد تعويض. التعويض المدني. التعويض لا التعويض المدني ده بيبقى حاجة اسمها تعويض مدني مؤقت يتحكم لك تمام ب 5,001 في القضاء. من اول 51 جنيه لحد على حسب الشريحة اللي انت عايزها على حسب القاضي هيحكم. لكن ايه ده بيبقى اسمه التعويض المدني المؤقت. ده في التعويض المؤقت، لكن دعوة التعويض اللي هي النهائي. لا دي دعوة فرعية بقى، انت بقى خد حكم نهائي واعمل بقى دعوة ايه بره كده الموضوع. انك انت وقع عليك ضرر واثبتت الضرر ده هو بالحكم اللي انت اخدته عليهم وارفع دعوة التعويض بتاعتك عادي جدا. تمام. ماشي يا بتاخد لطفي. كده حوالي سنة تقريبا برضو صح كده؟ لان يعني ده بيبقى ليها استئناف. وانت كده ولا لو اتحكم لك ب 10 مليون لازم تستأنف وتقول ال 10 مليون قليلين. وعشان هم لو اتحكم عليهم بربع جنيه هيستأنفوا يقول لك الربع جنيه كتير. انا عايز كبير ادفع 15 قرش. فاهم؟ فقصص حزينة كده شوية. ربنا يتمجد ويحلها ويخلينا ننجز واحد حقي يا رب. خير ان شاء الله، خير باذن الله حبيبي يا دكتور. انا قلت امين اطلع كده امين. اسلم عليك، ولو في اي حاجه ماشي حبيب قلبي ابعت لي على الله الخاص وانا يخليك. تحت امرك. يلا تؤمر باي حاجه. تمام التمام يا كابتن. شكرا الله يعزك. يلا ماشي ارني ربنا باص يا يخليك. كبير. حبيبك كده ابن مطيس.
كانش موت على الزلمة. السلام عليكم. خيرك زهقان من الدنيا يا عم، خيرك زهقان من الدنيا. تعرف بالله نت ضيف او خلينا ننزل. ايه اللي حصل؟ عودنا.